السلام عليكم، معكم أمين من شركة جولدن ديتكتور في أبوظبي، الوكيل الحصري والمعتمد لأكبر المصانع العالمية لأجهزة كشف الذهب والمعادن والمياه الجوفية والأنظمة الأمنية. ممكن يكون بالفعل مصنع جاريت الأمريكي هو المصنع الرائد والأكثر شهرة على الإطلاق بهذا المجال، وانشهر بفضل أجهزته السابقة مثل سلسلة أجهزة الجاريت إيس وأيضا أجهزة الإيتي اللي حققت نجاح عالمي بهذا المجال، لكن دائما ما بتكون خاصة بالعملات المعدنية والدفائن، وتفتقر قليلا لحساسية شذرات الذهب الخام الصغيرة اللي متأكد منه شخصيا انه بهذا الفيديو بنقدم لكم جهاز انتظرناه لفترة طويلة من مصنع جاريت. خليكم معنا بتقنية الألترا بلس، ولأول مرة بمجال الحث النبضي بجهاز مختلف تماما بالتصميم الداخلي والخارجي. مصنع جاريت بيقدم لنا جهازه الجديد جاريت أكسيوم، ثلاث أنظمة خاصة بالبحث عن الذهب الخام فقط مصنفة حسب حجم القطع المراد البحث عنها، ابتداء من 10 جرام من الذهب الخام، ثلاث أنماط لتتبع المعايرة الأرضية الخاصة بالأراضي ذات التربة عالية التمعدن بالإضافة للصخور البركانية، خاصية الـ EMI Cancellation اللي بتمكن الجهاز من إلغاء المجالات المغناطيسية المحيطة وبتخليه يشتغل تحت أسوأ الظروف الجوية مثل الأمطار والرطوبة في الأرض اللي بتعاني منها جميع الأجهزة أو أغلب الأجهزة المنافسة بهذا المجال، والكثير الكثير بنتابعه معاكم خلال هذا الفيديو بإذن الله. خليكم معنا. ننتقل معاكم لإكسسوارات الجهاز وجميع القطع المقدمة مع جهاز الجاريت أكسيوم. في البداية جميع الإكسسوارات بما فيها الوحدة الرئيسية وأطباق الجهاز تكون مقدمة داخل الحقيبة الخاصة بالجهاز الموضوعة، أيضا داخل كرتونة الجهاز الخاص بجاريت أكسيوم مع جميع الملصقات وأيضا مواصفات الجهاز على الكرتون. ننتقل للوحدة الرئيسية واللي الملفتة للنظر بشكل كبير متانة هذه الوحدة الرئيسية ومتانة الجهاز بشكل كامل مقارنة بالوزن. الجهاز خفيف بشكل ملفت للنظر، هذا السبب طبعا يعود لاستخدام 60 إلى 70% من تصنيع الجهاز من مادة الكربون فايبر المعروفة بمتانتها وأيضا خفة الوزن. تصميم الوحدة الرئيسية أيضا أو وحدة التحكم مختلف تماما عن جميع أجهزة جاريت السابقة. طبعا المفاجأة بهذا الجهاز من مصنع جاريت كان البطارية الداخلية الخاصة بجهاز الجاريت أكسيوم، بطارية داخلية تدوم لمدة 16 ساعة من العمل المتواصل، بالإضافة طبعا إلى بطارية إضافية مقدمة مع الجهاز تعطي المستخدم 6 ساعات إضافية، ليكون طبعا الجهاز الأول بالعالم من حيث استمرارية العمل لشحنة واحدة. الأطباق المقدمة مع الجهاز أو الأساسية المقدمة مع الجهاز الدبل دي، طبقين دبل دي، الطبق الأول الصغير لشذرات الذهب الخام الصغيرة جدا والناعمة بقياس 11 إنش دبل دي، أيضا الطبق الثاني الكبير 13 إنش دبل دي، متوفر أيضا من هذه القياسات أطباق المونو أيضا بإمكانك تطلبها طلب خاص بدل هذه الأطباق. طبعا جميع الإكسسوارات الثانية سماعات الجاريت المعروفة المشهورة نفسها المعروفة أيضا بجودة الاتصال ما بينها وبين أجهزة الجاريت، الكويك ستارت جايد أو دليل مستخدم سريع التشغيل الخاص بالجهاز، بطاقة الضمان المقدمة من شركتنا بالإضافة للمقدمة من شركة جاريت بالإضافة لشاحن سيارة ووصلة USB لتحديث الجهاز أول بأول مع مصنع جاريت عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمصنع، شاحن منزلي للجهاز بالإضافة لجميع إكسسوارات التركيب، شاحن سيارة أيضا مقدم من شركة أنكر. هذه كانت جميع إكسسوارات الجهاز. الجهاز طبعا نفس ما هو واضح أثناء الفيديو جهاز جدا خفيف سهل الاستخدام. ننتقل معاكم بعد شوي نفرجيكم مميزات الجهاز بالوحدة الرئيسية وأيضا شرح بعض الإعدادات الموجودة داخل الجهاز، خليكم معنا. ننتقل حاليا معاكم لإعدادات الوحدة الرئيسية الخاصة بجهاز الجاريت أكسيوم وبعض الإعدادات أيضا نشرحها معاكم الموجودة في لوحة التحكم. بداية تشغيل الجهاز بيكون عن طريق الزر الموجود على يسار الوحدة الرئيسية، ضغطة زر واحدة. طبعا في البداية نشرح بعض الدلالات الموجودة في الوحدة الرئيسية أو على الشاشة الرئيسية. على يسار الشاشة الرئيسية موجود عندي نظام البحث المستخدم حاليا في الجهاز، حاليا محطوط على نظام الفاين، نشرح معاكم الأنظمة بعد قليل إن شاء الله. بالإعدادات عندي قيمتين للمعايرة الأرضية، هذه القيمتين طبعا هي المعايرة الأرضية المزدوجة اللي تم إضافتها من مصنع جاريت على هذا الجهاز بشكل جديد، راح أشرحها معاكم أيضا بشكل مفصل في نهاية الفيديو. عندي مستوى حساسية الجهاز على أسفل قيمة المعايرة الأرضية، طبعا دلالة الشحن، إضاءة الشاشة، الجراوند تراك أو تتبع المعايرة الأرضية،
حاليا هو على نظام الأوف أو حاليا هذه الخاصية مغلقة. هذه الخاصية طبعا نفس ما ذكرنا لكم في بداية الفيديو مهمة جدا لعمل الجهاز في الأراضي ذات الطبيعة الصعبة جدا على الأجهزة. طبعا عندي أيضا في أعلى الوحدة الرئيسية هو مؤشر قوة الإشارة الخاصة بالتقاط الأهداف. الأزرار طبعا على الزر اليسار هو زر تشغيل وإطفاء الجهاز، الزر الزائد والأسهم الأعلى والأسفل الزائد والناقص هي خاصة بمستوى الصوت، بإمكاني أني أعلي الصوت أو أخفضه من هذه الأزرار. عندي أيضا الحساسية، تعديل مستوى الحساسية. عندي زر المنيو أو زر الإعدادات، أيضا بإمكاني أفتح من خلال الإعدادات وأتنقل أيضا داخل الإعدادات من هذا الزر. عندي خيار تعديل مستوى الثريشولد أو تعديل مستوى الضجيج المستمر، هذا الخيار طبعا شرحناه بأجهزة سابقة بشكل كبير، متوفر في أغلب الأجهزة طبعا الخاصة بالكشف عن الذهب الخام. مهم جدا أثناء البحث عن الذهب الخام لسبب أنه بيزيد حساسية الجهاز، ثاني شغلة بيزيد انتباه وتركيز المستخدم أثناء البحث. عندي على أقصى اليمين زر الخاص بالمعايرة الأرضية، بيتم عن طريق الضغط باستمرار على هذا الزر معايرة أرضية مباشرة مثل أغلب الأجهزة الخاصة بالبحث عن الذهب. ننتقل معاكم لإعدادات الجهاز. في البداية الجهاز ينقلني على أول إعداد وهو مود أو نظام البحث أو نمط البحث. عندي ثلاث أنماط أو أربع أنماط من البحث، ثلاثة أساسية. النظام الأول أو النمط الأول هو الفاين، هذا النمط خاص بشذرات الذهب الصغير أو الذهب الخام الناعمة جدا، اللي حتى تكون بعض الأحيان أقل من جرام، أقل من نصف جرام حتى في بعض الأحيان. عندي نظام النورمال أو الوضع الطبيعي اللي هي الأحجام المتوسطة من الذهب الخام، خلينا نحكي. عندي أيضا نظام القطع الخام الصغيرة، عفوا الكبيرة، أو النظام اللارج. خلينا نشيل بس الاستيكر، أعتقد بهذا الشكل بيكون أوضح على الشاشة. نرجع مرة ثانية نعيد. عندي أوضاع البحث، عندي الفاين الخاص بقطع الذهب الصغيرة، عندي النورمال، عندي اللارج للقطع الكبيرة، وعندي أيضا نظام إضافي السولت اللي هو خاص بالتربة المحتوية على أملاح معدنية. ننتقل أيضا للفريكوينسي سكان. الفريكوينسي سكان طبعا هذه أنا أول مرة أشوف الخاصية تقريبا بأجهزة بتشتغل بهذا النظام. فريكوينسي سكان هو هذا النظام أو هذه الخاصية هي اللي فيها إلغاء المجالات المغناطيسية المحيطة بهذه الخاصية. أنا بقوم فقط كل ما علي أني أضغط على هذا الزر، الجهاز مباشرة يبدأ يبحث عن التردد المناسب للعمل عليه. طبعا هذه العملية بتاخذ تقريبا من دقيقة لدقيقة وعشر ثواني تقريبا، لبين ما الجهاز يلتقط التردد المناسب بحيث أنه يلغي جميع المجالات المغناطيسية الموجودة في البيئة المحيطة وما يتأثر فيها. بيبحث طبعا عن بعض الترددات، بعدين بيقارن ما بينها بشكل أوتوماتيكي طبعا، وبيختار المناسب لعملية البحث. طبعا نفس ما احنا شايفين حاليا الجهاز بيبحث عن بعض الترددات، حاليا بيقوم بالمقارنة ما بين بعض الترددات اللي وجدها مناسبة وبيختار الأنسب. طبعا بإمكان المستخدم أيضا يختار التردد المراد بشكل يدوي. حاليا نفس ما هو ظاهر اختار التردد اللي كان مناسب للمنطقة اللي احنا موجودين فيها. أيضا عندنا خيار التون وهو حدة الصوت، طبعا هذا الخيار موجود عندي. أيضا خلينا ننتقل للأوديو. الأوديو عندي نوعين من أنواع الأصوات. عندي النوع الصوت الأول اللي حاليا احنا شغالين عليه هو الصوت المتعارف عليه بأجهزة كشف الحث النبضي. الصوت الثاني هو صوت أكثر حدة نفس ما هو واضح، هذا الصوت طبعا الخاص بالأجهزة المشهور ما بين الأجهزة، وهذا الصوت أكثر حدة منه. طبعا على حسب رغبة المستخدم بيتم الاستخدام. عندي أيضا الخيار هو ربط السماعات مع الجهاز، خيار إضاءة الشاشة. عندي أيضا خيار السبيد، هذا الخيار خاص بسرعة عملية البحث. طبعا دائما يفضل أني أخليه على نظام السلو. نظام السلو أو عملية البحث تكون بطيئة، هذا بيمكن الجهاز من التقاط حتى أصغر القطع من الذهب بحيث ما يتغاضى أو ما يغض النظر عن أي قطع مهما كانت صغيرة. ننتقل أيضا للإعداد الأخير وهو الجراوند تراك أو الجراوند بالانس تراك أو تتبع المعايير الأرضية
طبعا في حال كانت التربة الموجودة أثناء عملية البحث في منتهى الصعوبة، تربة مختلفة المعايير الأرضية من منطقة إلى منطقة، يفضل أني أشغل هذا الخيار، ولكن أني أخليه على السلو أفضل. إذا تم الجهاز يعطيني إشارات بشكل كبير بإمكاني أني أرفعها على الميديوم. الفاست بهذا الخيار أني أخليها على الفاست ممكن يؤدي لشيء مشكلة، وهو عدم انتباه الجهاز للقطع الصغيرة جدا، ممكن يقلل من حساسية الجهاز. فيفضل إذا كانت الأرض عندي بشكل طبيعي أن أخلي الجراوند تراك أوف، وإذا احتجته ممكن أشغله في مناطق معينة. طبعا هذه هي الخيارات الموجودة في الجهاز. أيضا في عندي خيار مهم جدا وهو الآيرون تشيك. طبعا نعرف أجهزة الذهب الخام ما فيها تمييز ما بين المعادن، ولكن الجهاز جاريت أكسيوم في خاصية التمييز ما بين الذهب والمعادن، عفواً الثمينة والمعادن الغير ثمينة نفس الحديد. طبعاً مع الضغط باستمرار على هذا الزر، زر المينيو، باستمرار الجهاز بيبدأ بفحص الحديد. وأيضاً الذهب. هذه كانت طبعا الخيارات او الاعدادات الموجوده بجهاز الجاليت اكسيوم باللوحه الرئيسيه. اتمنى تكون الشرح وافي، خليكم معانا نتابع عمليه شرح الجهاز. نقطه اخيره هي ميزه المعايير الارضيه المزدوجه اللي تم اضافتها من مصنع جاليت على جهاز الجاليت اكسيوم، اللي كانت نقله نوعيه باجهزه كشف الذهب والمعادن. حبيت اوضحها للمستخدمين والمتابعين لمعرفه كيفيه الاستفاده منها الى اقصى درجه ممكنه. بشكل بسيط، المعايرة الأرضية المزدوجة بتمكن جهاز الجاليت أكسيوم من عملية المعايرة لنوعين مختلفين من أنواع التربة في آن واحد وفي نفس المنطقة. كمثال بسيط، أنا قاعد أستخدم جهاز الجاليت أكسيوم في منطقة معينة، عندي نوع تربة عالية التمعدن لها إعدادات معايرة أرضية، وعندي أيضا صخور مشعة في نفس المنطقة لها إعدادات مختلفة تماما من المعايرة الأرضية. اللي بيعمله جهاز الجاليت أكسيوم بيقوم بعملية المعايرة الأرضية للنوعين الموجودين بحيث يلغي إياهم بشكل كامل. هذه الميزة طبعا كانت نقلة نوعية بسبب معاناة الأجهزة المنافسة اللي بتشتغل طبعا بنفس المجال، مجال الحث النبضي، وحتى الـ VLF عانت من هذه النقطة بشكل كبير. حاليا الجاليت أكسيوم تم إضافة هذه الميزة عليه من مصنع جاريت. وهذا كان جهاز الجاريت أكسيوم بشكل مبسط. حبيت أشرح لكم الجهاز. اللي عنده أي أسئلة واستفسارات على جهاز الجاريت أكسيوم أو أي جهاز آخر بإمكانكم تتفضلوا تتواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وشكرا على المتابعة.